فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الشخص إذا فرغ نفسه ووقته للرقية الشرعية فهل يشرع له هذا التفرغ؟ وهل يجوز له أن يشترط مبلغا رمزيا يسيرا، لأن الحاجة ماسة لتفرغه حيث لا يوجد بديل في منطقته وهناك الكثير من السحرة؟ هذا احتيال على ما قلنا أمس، أنه لا يكون الإنسان يجعل الرقية حرفة له تكسب المال بها، لكن إذا احتيج إلى رقيته يرقي، وإذا دفع له شيء يأخذه لا بأس، لكن ما هو يعد نفسه للرقية ويفتح محل ويحط موظفين ويحط مواعيد، ما يجوز هذا، هذه مبالغة وأخذ للمال. هذا الغالب رقيته ما تنفع لأنه يقصد المال، الغالب رقية هذا ما تنفع لأنه يقصد المال. الرقية مشروعة لكن ما تتخذ حرفة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.